ممكن بتبين رجلها من البنطلون او البنطلون يعني مش ساتر لجميع الرجل، هل يعني حضرتك توجه ايه النصيحة يعني؟ يعني حكمها المرأة ايه؟ يعني العورة ستر جميع البدن، يعني حجاب المرأة ستر جميع البدن، وعلى هذا فيجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تتحجب الحجاب الكامل وأن تستر كل بدنها حتى لا يظهر منه شيء، فتقع في إثم كشف العورة، وهذا إثم عظيم. ويعني نوجه هذا للجميع أن لازم نلبس ملابس ساترة للأجسام، لأن الحقيقة من كرامة المرأة في الإسلام نعم. أن الحق تبارك وتعالى حافظ عليها كلها كلها، يجب أن تستر، ومبنى أعمال النساء كلها على الستر، وكلما تسترت وكلما تحجبت كلما كان هذا أفضل وأحسن لها عند الله سبحانه وتعالى.